لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا جماعه في برنامج المحطه. النهارده محطه الخير في مدينه نصر الحي العاشر عند الحاجة امل. الحاجة امل كانت بعتتني رساله من فتره، قالت لي انا عندي نظفه كشك بس ما عنديش بضاعه غير ب 200 جنيه في المكان، فممكن حد يساعدني؟ قلت لها اجي اتصور معاكي، ولاد الحلال ان شاء الله هيشوفوا الفيديو وهيساعدوكي. ما تعرفش ان احنا جايبين لها كل ده معانا عشان ربنا يكرمها وتسترزق منه. فيلا نروح للحاجة امل نفرحها ونشوف بس يا ابني رد فعلها ايه. يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ اخبار صحتك؟ لا مفيش اي تعب. كويس انك عرفت تيجي. لا انا جيت على طول. لا انا جيت على طول. السلام عليكم. اتفضل يا ابني. ازيك يا حاج؟ اتفضل. عامل ايه؟ معلش اتاخرت عليكي شويه، الشوارع كانت زحمه. نعمه. بص كل شيء بميعاد. ربنا يكرمك يا حاج. عامله ايه؟ اخبار صحتك ايه؟ نحمد رب العالمين. كله كويس؟ الحمد لله. ايه انت بقالك قد ايه هنا يا حاج؟ انا بقالي هنا 3 سنين. انت عندك كام سنه يا حاج؟ انا عندي 57. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. 58 شهر 12 الجاي بقى 8. لسه صغيره يا حاج. الحمد لله لسه صغيره. والحاج عنده كام سنه؟ 81. ربنا يديه الصحه. لسه صغير برضه. ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا حاج. اليوم الحلو ب 100 سنه. بالظبط ب 100 سنه. الحمد لله ربنا يخليك يا حاج. الحمد لله. انت ربنا يكرمك يا حاج. يا رب امين اجمعين يا رب. انت عندكم اولاد؟ عندنا لا، هو لو بناتي مش ولاده، هو مربيهم من هم صغننين. اه. ومجوزهم الحمد لله معايا. الحمد لله. اخرهم البنت اللي عندها سرطان بعيد عنك دي. عندها سرطان. اه معايا الورق بتاعها ومعايا صوره الورم وكل حاجه بتاع العمليه. مستوصلين ورم 3 كيلو من بطنها لابنها السنتين الصغير ده. انا شايف في طفل جوه نايم. عنده سنتين وفي طفل مع خالته فوق عنده 5 شهور ونص. الحمد لله على كل شيء. بس انتوا ساكنين هنا اصلا؟ اه ساكنه في الشارع اللي ورا ومعانا عقد الايجار. بيجدد لنا كل سنه بسنه ومعانا 3 عقود بالترتيب. السنه دي وصل علينا ب 1550. هو معاشه ومعايا ورقه بتاع التامينات بتاعته 1700. كان شغال في السواق في الاسعاف. كان شغال سواق في الاسعاف. فمعاشه 1700. انا مصدقك يا حاج. انا مصدقك. معاشه 1700. احنا ساكنين ب 1550، بيفضل 150 جنيه المفروض نعيش بيهم بقى. 150 جنيه لكام شخص؟ انا وهو ونورا اللي عندها 14 سنه في تانية اعدادي، وبتاخد دروس اصلا ب 500 جنيه في الشهر. الحصه ب 35، تاخد في 4 مواد. طب انت ايه اللي ناقصك او ايه مشكلتك في ايه يا حاجه؟ والله مشكلتي انا يعني انا بصور مع الناس وبعد كده الناس بتشوف الفيديو ده، وان شاء الله اولاد الحلال هيساعدوك ويجيبوا لك اللي انت عايزه. ربنا كريم والله. احنا عايزين نعيش بس مستورين لغايه ما نموت، مش عايزين نبقى. ربنا يديك الصحه. ومد ايدنا لحد. ربنا يديك الصحه وطول عمرنا. ما مدينا المخلوق ونحمد ربنا على كل حال. انت عندك انت مشكلتك في البضاعه؟ ما عنديش بضاعة ولا تلاجة. انا شايف المكان مفيش تلاجة بيبسة حتى. والله يا حضرتك مفيش. الدولاب اللي انت شايفه ده واحدة من ورا هنا عطتوني، قالت لي يمكن ربنا يرزقك بحاجة تحطيها فيه ورا هنا. الحمد لله. بس انت كنت متوقع ان انا هكلمك او ارد عليك؟ لا خالص بامانة صراحة. لا انت لما اتصلت بيا قلت له لا ايه، قلت له اشكرك يا رب ان انا كلمتك وانت سمعتني واستجبت. ربنا كريم وما بينساش عبده والله العظيم. انا عايز استورهم بس، انا مش عايز انت مستوره وقد الدنيا يا حاج. والله بقول يا رب انا ما عايز غير الجلابيه اللي عليا والشبش الدم. انت مستوره وقد الدنيا وفي يوم وليله فرجه بيجي عشان تبقى فاهم. انت مشكلتك في البضاعه صح؟ الحمد لله. انت كنت محتاجه ثلاجه عشان الدنيا تمشي. انا شايف ان هو مفيش. والله هو ده اللي حلتنا. قول يا رب. يا رب ربنا كريم. قول يا رب تاني. رب يا رب يا رب يا رب ثالث بقى يا رب. لا اله الا الله طبعا. طيب ربنا بعت لك ده من عندي. تمام. ايه ده يا خرابي. لا يا رب كتير عليا والله كتير خالص. ربنا بعت لك ده يا حاجه والله معنا. كتير. لا لا مفيش حاجه ده. كتير ده كله بتاع ربنا. والمظلم كتير. ما تعيطيش يا حاجه. انت ما تعيطيش بقى. انت المفروض تفرحي بقى. انت المفروض تفرحي. ما تعيطيش كتير. ما تعي... لا مش كتير والله. والله ما كتير عليك. انا احنا اولادك وحاولنا ان احنا نساعدك على قد ما نقدر. كتير خالص. والله ما كتير يا حاجه. بس صل على النبي. بس صل على النبي. صل على النبي. كتير. انت زي امي. انا ما بحبش اشوف امي بتعيط. صح يا حاج؟ لا انت كمان. وانا هسكتها وانا مش عارف اسكت مين ولا مين. هتدينا منهم طبين حاجه صغيره. طب اسمعي بس. صل على النبي. صل على النبي في قلبك كده. احنا مش جينا عشان نعيط. احنا جايين نفرح ونقول في امل بكره وفي ولاد زي قد ولادك هيساعدوكي وما بينسوش حد. الحمد لله ربنا ما بينسوش حد. يا رب يا رب يكرمك. انا مش عايز عياط. انا عايز نقوم. بص تعالي كده شوف جايبين لك حاجات حلوه. يا رب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شكرا يا رب. شكرا يا رب. شكرا يا رب. شكرا يا رب. والله كتير يا رب. طيب. كده كتير. طب صل على النبي. مفيش حاجه كتير يا حاجه والله.
صلي على النبي، بس صلي على النبي كده وتعالي شوفي الحاجات الجميله اللي احنا جايبينها لك. ده انا بقالي 3 ايام بشتري في الحاجات دي يا حاجه والرجاله دي يعني. لا 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 ربنا ربنا يبارك لنا فيك، ربنا يبارك لنا فيك. بص انا جبت لك ثلاجه البيبسي، الله اكبر، وجبت لك استندات، انا جبت لك استندات وجايب لك هنا كنا طايلين. انا كنت بتمنى ثلاجه قد كده. لا مفيش ثلاجه، انت عايزك تكسري الدنيا بقى، انت عندك بضاعه اهو، عندك كل حاجه. لا ما تعيطيش بقى، احنا قلنا ما تعيطيش، احنا جايين نفرح فجاه والله. احنا جايين نفرح. كنت اطلب يا عم مش طالب يا ربي، والله يا ربي طلبت منك. انا قلت لك اديني، انا بطلب على قدري، اديني انت على قدرك يا رب. ربنا اداكي على قد ما تستاهلي، ربنا اداكي على قد ما تستاهلي يعني. طول ما انت فاكر ربنا، وربنا عمره ما هينساكي. ربنا يخليك. فبصي الحمد لله احنا والله. انا يعني الشباب اللي انت شايفاهم دول بقالهم كلهم عارفين حال بنتي ايه وكلهم. لا 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 انت زي الفل، واحنا مش هنسيبك في اي حاجه. احنا شكلنا لك بضاعه على قدنا كده عشان تملي المكان الجميل بتاعك ده. احنا كنا مطول. لا 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 انت اكتر من كده ومقامك اكبر من كده. كنت عايزه والله ثلاجه بيبي حاج. لا 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 انت مقامك اكبر من كده حاج. الحاجه دي كلها بتاعتك انت والحاج، تسترزقي منها. تعالى يا حاج. الله اكبر. بص يا حاج. ايه ده؟ ايوه افرح. ايه ده يا رب؟ ايه ده يا رب؟ ده انا عمري ما زغرطت وبتضايق. عمرها ما زغرطت. والله اهم حاجه تبقي مبسوطه. والله روحها فرحه. والله اهم حاجه تبقي مبسوطه. صورهم لها فرحه. الحاجه دي كلها بتاعتك والسندات دي عشان تحط عليها الشيبس. والله ربنا يجعلك مسرور الدنيا يا رب. امين. ادعي للناس اللي بتتفرج علينا عشان بيبقوا عايزين دعوه. يا رب اللي جبر خاطرنا بخاطر. ادعي للناس بس ربنا يكرمك. يا رب خاطركم وانت ادلع خيرك فاعله يا ابني. والله ربنا يكرمك عند ربنا كتير قوي. تستاهلي اكتر. كفايه ان ربنا يحوش عنك نكبات الزمن. انت تستاهلي اكتر دي قوي. تعالى كفايه عليك يا ربي يا ربي. لا ده انا هيجيني زول. لا مفيش زول. ما كنتش متوقع، انا كنتش عارفه اجيب واحده زي دي. عايزك تنبسطي اوعي تعيطي تاني، احنا اولادك كلنا. مفاجأة والله. بس مفاجاه حلوه الحمد لله. ما طلبت يعني. اهم حاجه انك انت تنامي مرتاحه ومبسوطه. بس انا ده اهم حاجه عندنا. انا طلبت منك على قد قدري، اديني على قد قدرك انت يا رب. ما حدش عارف الخير بكره جاي.